قصر النووي سعاد مركب بنسيك. هنا كنديروا تلقيح البوبولاسيون ديال اكثر من 75 عام. بدينا نهار الجمعه، دابا الحمد لله حنا مستمرين دابا في الخدمه. صافي 6 جوغ دابا باش تلقحت، والحمد لله الامور مزيان، ما كانوش اعراض جانبيه. بالنسبه لي انا ما كانوا حتى شي اعراض جانبيه، ما كانت لا سخانه، ما كان عندي احمرار في بلاصه ديال البوان دانجكسيون، ما كانت حتى شي حاجه الحمد لله. واحد الحراره خفيفه، كيكون احمرار في ديك البلاصه وواحد الالام، ولكن داكشي كلشي عادي كيدوز، حيت اي فاكسان كيدير بحال هكا، ماشي مشكل. كنطلبوهم طالبوهم باش يجيو يديروا الجلبه ديالهم، هي اختياريه ولكن راه واجب وطني باش يحميو راسهم ويحميو لونتوراج ديالهم. كنطالبو من الناس دابا حيت بادين في الفئه اللي فيها 75 عام باش يجيو يجلبوا، لانه واجب وطني. واخا هو اختياري ولكن واجب وطني باش يحميو راسهم ويحميو لونتوراج ديالهم. دكتوره نظيف، طبيبه رئيسيه مركز الصحي قريه الجماعه. ولا الحمد لله دابا ملي بدينا من نهار الجمعه اليوم الحمد لله، ديجا بعدا لاحظنا بان كاين اقبال من يوم على يوم كيتزاد. هذا معنى الناس انهم بداو كيتيقوا نهار على نهار الحمد لله. راه كيف بان لكم من خلال الناس اللي كيتسناو من خلال الاستقبال. الحمد لله الناس من بعد ما كيلقحوا كنخليهم في قاعة الملاحظة 15 دقيقة باش نشوفوا واش كاين شي أعراض جانبية مباشرة. لحد الساعة ما لاحظنا حتى شي مشكل، وكاين واحد البوابة اللي كيمكن الناس يتصلوا بها إلا كانت شي أعراض جانبية اللي هي يقظة لقاح. لحد الآن ما تلقينا حتى شي ديكلاراسيون. دابا أنت خديت الجرعة الأولى، الجرعة الثانية إن شاء الله بعد 28 يوم بإذن الله. الحمد لله الحمد لله، لقينا الله مع بناتنا هذو اللي ضربوا لنا البرودة، بناتنا هذو تنعاين بها، عندي البرودة وش يقولوا لهم مرض القلب. شحال العمر ديالك؟ دابا تقريبا 80 عام. كدير الاحتياطات ديالك؟ ضروري ضروري من الاحتياط، ضروري من الالتزام، ضروري من الاحتياط، ضروري من الكمامة الكمامة. دخول في الوقت، خروج في الوقت، الوقت اللي تيقول ما خصنيش نخرج، لان انت ريت ما عندي علاش غادي نخرج، فهمتي؟ ولله الحمد.